فقرة ضيف مشاهدينا سيكون معنا الدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار. مرحبا بكم دكتور رماني. أحباس عبد الله وكل مشاهدي الكرام. دعنا أولا يعني نفهم طبيعة التدابير الاستعجالية الواردة في منشور رئيس الحكومة صادر بخصوص ارتفاع الأسعار وأيضا غلاء المواد الأولية. صحيح، هذا المنشور هو هام جدا، هو كيأتي وكيندرج في إطار التوجيهات الملكية لتخفيف العبء لا على المواطنين ولا على المقاولات ولا على العالم القروي، العبء من طبيعة الحال ديال ارتفاع الأسعار ديال ندرة الموارد الأولية العالمية. احنا كما كنعرفوا سي عبد الله، العالم خرج من واحد الجائحة ومن بعد ما خرج منها يعني استعرات المنافسة والتسابق نحو المواد الأولية، وهادشي جعل الأثمنة كترتفع، واللي زاد في الطين بلة من طبيعة الحال هو الحرب على أوكرانيا التي من طبيعة الحال أثرت على سلاسل التوريد وأثرت أيضا على بعض يعني أثمنة بعض المواد اللي هي أساسية سواء كانت مواد غذائية أو غير ذلك. الآن هذا المنشور جاء في وقته لأن المقاولة أصبحت تعاني. باش نبسط المنشور ديال رئيس الحكومة نقول باللي واحد المقاولة مثلا خدات واحد الصفقة، هاد الصفقة خداتها في واحد الظروف اللي هي عادية وأثمنة اللي هي عادية، فجأة ارتفعت، يعني ولا إنجاز هاد الصفقة يعني أكثر ربما من التكلفة، ما كيعطيش هامش الربح، كيعطي صعوبة في التوريد، كيعطي يعني الندرة في المادة لأن ما يمكنش ليها تستوردها في الظروف الحالية، المادة الأولية اللي غتصوب بها الصفقة ديالها، سواء كانت هاد الصفقة مع إدارة، سواء كانت مع مؤسسة عمومية، سواء كانت مع جماعة تراثية. جا المنشور الآن باش يخفف أولا حدة المنازعات في كونتونسيو لأنهم ولاو كثار في هذا الاتجاه، حيت هاد المقاولة إما تطلب تأجيل الصفقة وهنا عندها واحد الغرامات كتفرض عليها، والثاني كتزاد الصعوبة فيها صعوبتين، إما تلغي الصفقة وهنا أيضا عندها هذيك لاكوسيون اللي هي الضمانات المالية غيتفسخوا غيتنزعوا منها، وهنا ثاني مشكلة يعني غيتصادروا منها، إما تدخل في خلافات مع الإدارة من طبيعة الحال هذا هناك عقد يجب احترامه. فهنا جاء المنشور ديال رئيس الحكومة باش يأجل، يعطي إمكانيات تأجيل، يزول التأجيل حتى 6 شهور، يزول يعطي إمكانيات فسخ الصفقات وهذا مهم جدا، يعطي إمكانيات يعني هاد تسوية الخلافات، يعطي إمكانيات عدم مصادرات يعني طبعا كنتكلم على الضمانات، يعطي إمكانية تسوية، يعطي إمكانية مراجعة الأثمان وهذا مهم جدا، يعني لا الصفقة كتكلف واحد الثمن، هنا كنهضروا على الغلاء ما كنهضروش على أن المواد الأولية ما موجوداش، إلا كتكلف واحد الثمن فمن طبع الحال تولي كتناسب هذاك الثمن، وأيضا تسريع أداء المستقبل. هل لهذه التدابير يعني أثار ناجعة وآنية، ولنقارنها يعني مثلا بالتدابير المتعلقة بدعم العاملين في قطاع النقل؟ وهذه الإجراءات من طبيعة الحال لما كتدخل لحيز التطبيق وتدخل مباشرة مع المنشور ديال رئيس الحكومة فهي كتزول بعدها كتدبر كتدخل ضمن تدبير المنازعات والخلافات وتسهيل الصعوبات، إذا من طبيعة الحال النتيجة كتكون في مجال تنفيذ الصفقات، هذا مهم جدا. جات ديك اللجنه بيوزاريه وعطات هذه الحلول وعطات امكانيه التاجيل وعطات امكانيه مراجعه هذوك العقود. نعم العالم كيعرف واحد التضخم كبير، حنا كنسردوا هذا التضخم شيء اكيد، لما كنهضر على تركيا راه سمعتوا رئيس الحكومه كيقول لك ان التضخم ان يعني وصل ل 61%، لما كنشوفوا دول وصل فيها ل 11% بحال البرازيل، لما كنشوفوا دول جاره حال إسبانيا وصل فيها يعني 10%، فمن طبيعة الحال هناك تضخم، هناك ارتفاع للأسعار عبر العالم. المغرب تأثر، المغرب هناك كانت واحد القطاعات بحال الأشغال بحال البناء بحال الطاقة بحال المناجم بحال النسيج بحال الطيران بحال كذا، الصناعة الغذائية أيضا الصادرة كانت بدأت كتنتعش. صحيح الاقتصاد الوطني كان غادي باش يحقق، وهادشي قالته القانون المالي، واحد 3.2 ولا 5 ديال معدل النمو، لكن الان ما كنحلموش باكثر من 1.5 1.7 كما كنقولوها العام. اذا هناك صعوبات وعلى الحكومه، انا ماشي هنا كنعفي الحكومه من مواجهه هذه الصعوبات، نعم عليها تخفيف من تاثير هذه التداعيات، عليها مواجهه هذه الصعوبات بكل الوسائل المتاحه
والوسائل كثيرة طبعا. وهو يعني رئيس الحكومة كان تحدث يعني أمس أمام البرلمان في كلمته عن غلاء الأسعار على المستوى الدولي وتأثيرها على المعيشة في المغرب، قال أيضا أن الحكومة تجاوبت من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، دعم كبير، تصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة والسباقية وفعالية كما يقول. يعني هل لك أن توضح أين تكمن هذه السباقية وهذه الفعالية، علما أن المواطن يعني ظل يعاني من غلاء الأسعار بصفة شبه عامة؟ السباقية أتت أولا من جلالة الملك اللي كان وجه الحكومة باش تسرع بتخفيف التدابير ديال يعني عفوا التداعيات ديال الجفاف في القرية. احنا عندنا جفاف بعدا قبل ما تكون حرب وقبل ما تكون جائحة وقبل ما تكون آثار تداعيات دولية وقبل ما يكون تضخم، عندنا جفاف. حمدنا الله وشكرنا، نعم هاد عشرات المليار مشات والطبقات كما قلنا سي عبد الله يعني في القرى، وجات خيرات ديال الله تعالى باش تخفف من الآثار ديال الجفاف خاصة بالنسبة للفلاحة الربيعية وحتى الفلاحة الصيفية اللي مقبلة كيبان لك باللي راه يمكن تنتعش. نعم كما قال رئيس الحكومة هناك لا يقين اقتصادي، كتحلم بواحد الأرقام كتطلع لك أرقام أخرى، ولا هذا الشيء أثر علينا من طبيعة الحال. ولات الحكومة دورها خاصة تواجه وتخفف دورها، خاصة تدير التوازنات يعني ديال المالية دورها، وهذا الشيء رفع صندوق المقاصة ل 21 مليار وهذا يعني مرفوعة بواحد 8 مليار وهذا واجب ماشي مشكل. لكن أيضا مستمرين في البرامج التنموية ديالنا الاجتماعية خاصة بحال التغطية الاجتماعية، استمرين في المبادرات بحال الأوراش ولا فرصة ولا غير ذلك ولا تيسير ولا مليون محفظة ولا لا. المهم هذه الأوراش الاجتماعية، هذه البرامج، هذه المبادرات استمرت. وأيضا كان هناك بعد الدعم تدخل للدعم لا في العالم القروي ولا في النقل ولا السياحة اللي مشات لها جوج المليار ولا أيضا النقل اللي 180 ألف عربة كتستفد، ولا يعني هذه المبادرات أيضا نعم تساهم في التخفيف. ولكن أيضا الهام جدا هو أن هناك تمويل، هناك مواد الحمد لله غذائية متوفرة في السوق، وهناك يقظة لمحاربة الغش والزجر والتلاعب بالأثمنة. إلا أن هذا لا يعفي الحكومة من ضرورة يعني الآن في المرحلة المقبلة مواجهة الأسعار، لأن الأسعار غالية خاصة الهوامش اللي موجودة. لا ما هناك طرق، هناك طرق عليها، لا على مستوى الطاقة، لا على مستوى أثمنة المحروقات، لا على مستوى الأثمنة الغذائية. من طبيعة الحال هناك طرق أخرى، سبل أخرى، أنا متأكد أنها ستنكف عليها لاحقا. عندما تقول الحكومة أنها تعمل على يعني تصويب اختياراتها الميزانية بدقة والسباقية وفعالية، عدم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في هذه الظرفية هل هو يعني اختيار سليم؟ هو كما كيقول لك الحسنة فيها حسنتين، كل ما اجتهدت الحكومة باش ما يكونش هناك تعديل من طبيعة الحال للقانون المالي، كل ما استطعت ما يكونش هناك ديون أجنبية، كل ما استطعت تحكم في العجز التجاري وهذا قامت فيه، كل ما حافظت على التوازنات المالية العمومية باش ما تلتجئش لهذا القانون التعديلي، فهذا شيء جيد لأنها كتوفي التوقعات ديالها، كتوفي اللي وجداته، كتوفي البرامج ديالها. إلا وشات القانون مالية تعديلي فمن طبيعة الحال تكون هناك تغييرات، تغييرات على مستوى القانون يعني الاستثمار، المبلغ اللي تخصص ديال 240 مليار ديال الدرهم، تغييرات على مستوى، إذا هناك تغيير كبير. الآن مادام قادرة فلا حاجة لهذا. وأنت تتحدث عن توقعات دكتور رومان، يعني المؤسسات البنكية الدولية تقول أنه لا يمكن وضع يعني توقعات خلال المرحلة القادمة خصوصا نسب النمو وغيرها بالنظر لاستمرار الأزمة الدولية في المغرب. هل نملك تصور لوضع الاقتصاد ربما إذا استمرت هذه الأزمة واستمرت تداعياتها بشكل سريع؟ مادام عندك معايير، وهذا مهم جدا السؤال اللي طرحته، مادام عندك معايير ديال الائتمان الدولي أن المغرب لا زال في موقع جيد فهذا مريح نفسيا. مادام انت قادر بالميزانيه الحاليه انك تتحكم في اعاده يعني ما زلتي ما التجئتيش الميزانيه التقشفيه، وهذا هام جدا ايضا، يعني ما مشيتيش للدرجه العليا من الضغط، ما زالت هناك امور، ما زالت هناك السلع متوفره، ما زالت هناك نشاط، ما زالت هناك انتعاش في بعض القطاعات كما قلت، الصناعات الغذائيه، قطاع الاستثمار، قطاع الطائرات، قطاع كذا، فلاحه مبشره خاصه على المستوى الرابع وغير، فهناك توازنات يمكن الحفاظ عليها. نعم لا يمكن اللجوء الى يعني مزيد من الدين في هذه المرحله، نعم هناك الثقه للمؤسسات الماليه الدوليه ان اذا عندك احتياطات من العمله هذا مريح جدا، احتياطات من العمله وهذا مريح. وايضا وايضا التحويلات الجاليه هي لا زالت في مستوى جيد جدا، نحن في وضع لا باس به، ولكن المواطن في وضع
يعني صعب صعب نقول ها هما المواد متوفره وهذا هام جدا. هنا فين كانت تكون الصعوبه لو كانت مواد ولكن اثمنتها غاليه. توازنات العرض والطلب هو مستورد من الخارج. توازنات العرض والطلب فعلا هذا هو المهم لما يكون عندك هذا الجانب. وزادت الفلاحه الربيعيه يعني نعم. لانها كتعتمد على الخضره، كتعتمد على الثمار، كتعتمد على الزيتون، كتعتمد على كثير، وايضا يعني الزراعه الصيفيه ان شاء الله هذا الشيء يمكن ان يخفف الى ان نتجاوز جميعا هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كنت معنا هذه الليله.